الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. كهف أفلاطون أو بليتو كيف. دعنا نتصور مع الفيلسوف أفلاطون وبليتو مجموعة من الأشخاص المحبوسين داخل كهف مظلم، رقدوا هناك لعقود طويلة وهم مكبلون بقيود حديدية، يجلسون وهم يسندون ظهورهم إلى الحائط وينظرون بخطوط مستقيمة إلى جدار الكهف أمامهم. لا يرون شيئا في الكهف إلا الجدار المقابل لهم وما ينعكس عليه من خيال كلما كان هناك شيء من نور. وضع سجانهم مجموعة من المجسمات على حافة الجدار الذين يستندون إليه، مجسم لطائر، مجسم حلقة، مجسم حصان، ومجسم إبريق. هناك خلف الحائط الذي يستندون إليه كومة مشتعلة من الحطب يضيء نورها في جنبات الكهف المظلم بشكل خافت، ويمر النور على المجسمات الموضوعة على حافة الحائط، وبالتالي فإن نور اللهيب يعكس أشكال المجسمات على جدار الكهف الذي يقابل وجوه وأعين مكبلين بالأصداف. هؤلاء المساجين لا يرون شيئا حقيقيا بل خيالات لمجسمات موضوعة على الجدار خلفهم مباشرة. هذا الآن التصور الذي ابتدعه أحدهم عن هذا الكهف، كهف أفلاطون، مظلم لكن هذه كومة الحطب تشتعل وتضيء بعض الشيء في جنبات هذا الكهف. وهؤلاء الأشخاص، الأول يمسك بمجسم لطائر، الثاني يمسك بمجسم لحلقة، الثالث يمسك بمجسم حصان، والأخير الرابع يمسك بمجسم إبريق. وعندما يمر النور بهذا الاتجاه يعكس صور خيالات هذه المجسمات أمام هؤلاء المكبلين المصدفين المصفدين بالحديد. هذا خيال الطائر، هذا خيال الحلقة، هذا خيال الحصان، وهذا خيال الإبريق. وبالتالي هذه فقط خيالات وليس حقيقة، الحقيقة هنا الآن. هؤلاء المصفدون بالحديد أمضوا عقودا طويلة داخل هذا الكهف وهم لا يرون إلا الخيال، وهي عبارة عن أوهام. السؤال الذي يطرح الآن، إذا استطاع أحدهم أن يفك قيده ويمر من هذا الممر الضيق ليصبح على ظهر الكهف، وبالتالي فهو يمشي على الأرض كبقية البشر، فهو يرى الآن الشمس والغيوم والسماء وما بها إن كان بها شيء يرى، والأشجار والبشر والنباتات والحيوانات وما شابه. فهذا التمثيل الرائع هنا يمثل كهف أفلاطون كما ذكرنا. السؤال الذي طرحه أفلاطون على نفسه، هؤلاء الأشخاص الذين بقوا لعقول طويلة في ظلمة الكهف لا يرون الأشياء الحقيقية بل خيالاتها كما أسلفنا قبل قليل، وقد أخذت الأسئلة التي لم يفصح عنها أفلاطون تتدفق الواحد تلو الآخر، وهي أسئلة تخص الذات أو ما يسميها الفلاسفة الأسئلة الأنطولوجية، والأنطولوجية المتعلقة بالذات الداخلة بجوانية النفس البشرية. أحد هذه الأسئلة، هل يكسب الفرد شعورا بذاته وبالمكان الذي يعيش فيه بتعميق فكره ووعيه الاجتماعي؟ سؤال آخر، هل ترك الكهف أو ترك الكهف والارتقاء إلى السطح يعني إطلاق العنان للتفكير بالأعلى من الأشياء بدلا من الاستغراق في الخيالات التي تمثل الوهم الذي كانوا مستغرقين به؟ وهو ما أجاب عليه الفلاسفة من بعده، أي بعد أفلاطون، بقولهم بأن الاستبطان introspection هو وسيلة صحيحة لابد أن يلجأ إليها الفرد كي يتعرف الإنسان على نفسه قبل أن يجهد نفسه بالتعرف على الآخرين. يقول أفلاطون بأننا نتعلم بعض الشيء عن أنفسنا بالتفكير بجوانية الذات،
لكننا لا نعزي هذا الإدراك الآخرين. وقد مثل أفلاطون هذا الإدراك كالشمس التي تسطع دفعة واحدة على عين الفرد دفعة واحدة بعد أن يخرج من ظلمة الكهف إلى سطحه ويرى الأشياء الحقيقية، الشجر والبشر والحيوان. والشمس هنا هي الحقيقة الساطعة المتدفقة بشكل لا يدركها العقل العادي، لأنها أكثر مما يستطيع أن يستوعب. عندما يعود الفرد إلى الكهف يشعر بأن نظره أخذ يتكيف مرة أخرى ثانية مع ظلمة الكهف، ما يعني بأن هذا الفرد لم يتمكن من تفسير ما رآه من حقيقة دفعة واحدة، فعقله أضعف من أن يستوعب كل الحقيقة دفعة واحدة. أخيرا يعلمنا أفلاطون وكان وثنيا بأن ما رآه المحبوسون هو مثال حي عن الحال التي يعاني منها كل واحد منا. أنت وأنا وهي وهو وهم وهن، نحن محاصرون في وهم كل يوم، أو ما يسمى Everyday Illusionary Material Existence، الوجود الوهمي المادي. وهم مادي، وهم معنوي، وهم سياسي، وهم الخلود، وهم القوة والسلطة والجبروت، وهم العلم والمعرفة، وهم الأنا الضخمة أو المتضخمة، وهم الثراء، وهم الفقر، وهم السعادة، وهم المرض، وهم الصحة. هذه الأوهام يعاني منها كل معظم أو إن لم يكن كل البشر، عظيمهم وحقيرهم، صغيرهم وكبيرهم، الملك في دولة ما، الرئيس في دولة ما، الوزير في دولة ما، أو عامل التنظيفات في دولة ما، الفقير في كهف معين، كل البشر يعانون إلا من رحم ربي. نصيحة لك ممن بلغ 70 من عمره، عليك المجاهدة كي تحرر نفسك من أوهام الحياة التي تقض مضاجعك في كل لحظة. سعادتها ستنتهي في لحظة ما، آلامها ستنتهي في لحظة ما، وأموالها ستؤول إلى غيرك. اكسب حسناتها وتخلص من وزرها. عليك أن تستعد لتجيب على أسئلة يوم السؤال العظيم المرعب. اللهم أجرنا، مالك من أين اكتسبته وما فعلت به؟ جسدك فيما أبليته؟ وعلمك ماذا فعلت به؟ وأخيرا أقتبس هذه الآية من القرآن الكريم: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. صدق الله العظيم. لعب تسلية مؤقتة، لهو تسلية مؤقتة، زينة تجمل مؤقت، تفاخر سينتهي، تكاثر في الأموال ستؤول إلى غيرك، والأولاد سينفصل عنك في يوم من الأيام. لذلك اطلب من ربك أن يهدي قلبك إلى الصراط المستقيم وأن يعفو عما مضى، إنه هو العفو الكريم العظيم القدير الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.